أن أتحول لمدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من صور، وفقط أذكر مصدر أمني لبناني أفاد الجزيرة عن اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في غارة إسرائيلية ببيروت. مازن، ما دلالات ما رسائل هذا الاستهداف؟ كيف سيغير هذا الاستهداف المشهد في لبنان في ظل تسلم لبنان مسودة الاتفاق لوقف إطلاق النار؟ ولا شك غنوة بأن استهداف محمد عفيف يحمل دلالات متعددة، لا سيما أن الرجل ليس عسكريا، بمعنى ليس لديه أي مهام عسكرية أو أمنية في حزب الله، ولكننا نتحدث عن شخص يتابع العلاقات الإعلامية، وبالتالي هذا المستوى سندخل بتفاصيله ودلالاته ومعانيه. ولكن في البداية دعيني أشير إلى أنه وفق المعطيات التي استقيتها من مصادر أمنية الذي حصل أن هنالك مجموعة من العلاقات الإعلامية في حزب الله جميعهم يعملون على مستوى إعلامي، كانوا يتواجدون في هذه الشقة ضمن مبنى تابع ومقر لحزب البعث الاشتراكي وهو في لبنان تحديدا فرع لبنان، وتم إطلاق الصواريخ تحديدا باتجاه الشقة التي كانت هذه المجموعة تتواجد فيها وكانت تقوم بعمل إعلامي وفق المهام الموكلة إليها. تم إطلاق الصواريخ باتجاه تلك الشقة، تهدمت بشكل تام. أكد لي مصدر أمني بداية أن المستهدف كان محمد عفيف وهو مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله. في مرحلة لاحقة أكد المصدر الأمني بأن لا مؤشرات حياة لكل الذين كانوا يتواجدون تحديدا ضمن تلك الشقة التي جرى استهدافها، بمعنى أن هنالك جرحى، هنالك مصابون، ولكنهم كانوا في محيط المبنى أو كانوا ضمن طوابق مختلفة، ولكن في ذلك الطابق تحديدا الذي جرى استهدافه من قبل المقاتلات الإسرائيلية بالصواريخ تم تدميره بشكل تام، ولا مؤشرات حياة لكل من كان فيه، ومن ضمنهم مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف. وبالتالي أولا هذا الاستهداف يأتي في إطار إطلاق الصواريخ داخل العاصمة اللبنانية بيروت. بطبيعة الحال هذا الأمر ليس بجديد، ولكنه جديد على المرحلة الماضية، بمعنى على الأسابيع القليلة الماضية التي توقفت فيها الاستهدافات في قلب العاصمة بيروت. هذا لم نشهده خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأن يأتي هذا الاستهداف في قلب بيروت مجددا رغم أن لبنان يقوم بدراسة المقترح الذي وصل إليه ويتعلق بوقف إطلاق النار، فإن لهذا الأمر، لهذا الاستهداف دلالة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن باستهداف واغتيال شخصية ليست من الصف الأول على المستوى القيادي المرتبط بالبعد العسكري الأمني المباشر، وأيضا هو لا يتمتع أو لا يقوم بتنفيذ أي مهام خارج إطار العمل السياسي الإعلامي، وهذا بالتالي هو مستوى جديد من الاستهدافات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أن ضمن الهيكلية التنظيمية لحزب الله ثمة مجالس متعددة، ثمة تراتبية محددة، وهنالك ما يمكن وصفه بالشق السياسي الإعلامي، وأيضا من ناحية ثانية الشق المتعلق بالبعد العسكري والأمني وما له علاقة بالمجلس الجهادي وغيره. حتى هذه اللحظة كانت كل الاستهدافات والاغتيالات تتم تحديدا ضمن إطار من يوصفون بالقادة العسكريين، سواء كانوا ضمن البعد الميداني المباشر أو ضمن المجلس الجهادي أو ضمن الأمانة العامة لحزب الله من خلال اغتيال الأمين العام للحزب. ولكن كان لافتا خلال المرحلة الماضية وقبل أسابيع عندما جرى استهداف وفيق صفا، وهو كان يلعب دور التنسيق بين حزب الله ومجموعة كبيرة من الأحزاب وعلى المستوى الداخلي ومع مؤسسات الدولة، كان ذلك الأمر بمثابة مؤشر. ولكن حينها هنالك من قال بأن استهداف وفيق صفا نظرا لأنه تقاطع ما بين الأبعاد التنسيقية
الهوية الأمنية والأبعاد السياسية، فربما إسرائيل لم تنتقل لاستهداف مستوى جديد ومستوى مختلف من قادة حزب الله. أما اليوم أن يتم استهداف محمد عفيف من خلال هذه الغارة وفي قلب بيروت، هذا يعني أولا بأن إسرائيل مستمرة بخرق كل السقوف المرتبطة بالاستهدافات في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، هذا أولا. ثانيا بأنها لن تأبه بأي معادلات أو أي مستويات طالما هي تتمكن من استهداف قادة في حزب الله، وبالتالي توجه الصواريخ باتجاههم أينما كانوا، حتى لو كانوا في وسط أحياء شعبية في وسط العاصمة. البعد الثالث والأهم والمهم، وهو يرتبط بأن وظيفة الرجل هي كانت ضمن إطار مفتوح على مستويات متعددة تتعلق بالبعد السياسي الإعلامي، وهذا الأمر من خلال هذا الاستهداف الإسرائيلي والقرار الإسرائيلي باغتيال محمد عفيف، يعني عمليا بأن إسرائيل انتقلت إلى مرحلة جديدة من مراحل الاستهدافات للمسؤولين في حزب الله. هذا يعني بأن البعد السياسي والعاملون في هذا المسار وهذا المستوى باتوا الآن أكثر حذراً، وباتت إسرائيل من خلال استهداف مسؤول علاقات إعلامية تفتح هذا الباب وهذا المستوى الجديد للاستهدافات. أيضاً دعيني أشير بأن محمد عفيف كان خلال الفترة الماضية، خلال الشهرين الماضيين، هو أحد الأصوات العالية في حزب الله والتي كانت تطل على الجمهور، تقدم المداخلات، تعقد المؤتمرات الصحفية، غير آبه بالمكان الذي تهدده إسرائيل، بمعنى أننا شهدنا مجموعة من المؤتمرات الصحفية التي عقدها سواء في قلب ضاحية بيروت الجنوبية أو على تخوم الضاحية، وكان من خلال موقعه يحاول أن يبقي صوت حزب الله على المستوى الإعلامي السياسي مرتفعا، يقدم الرسائل ويقدم البيانات والمؤتمرات الصحفية من أماكن خطرة، على اعتبار بأنه يوجه بعمله ذاك تحديا للاحتلال الإسرائيلي، بأن ثمة من هو قادر على الوصول إلى قلب ضاحية بيروت الجنوبية وعقد المؤتمرات الصحفية هناك رغم كل التهديدات. وبالتالي أن تقوم إسرائيل الآن باغتيال محمد عفيف، هذا يعني بأننا إزاء تقاطع لمستويات عدة تتجاوزها إسرائيل، وكل هذا الأمر لا يمكن فصله عن مسار أساسي تحصل كل هذه الأمور، يتم خرق كل هذه السقوف في لحظة يطلب فيها من لبنان أن يقدم رأيه بلائحة أو بورقة أوصلتها السفيرة الأمريكية إلى رئيس البرلمان نبيه بري، وطلبت الملاحظات المرتبطة بوقف إطلاق النار وكيفية مقاربة لبنان لهذا الواقع وما هي ملاحظاته. وبالتالي يأتي هذا الاستهداف مجددا ليس فقط في قلب بيروت من خلال اغتيال محمد عفيف، ولكن أيضا من خلال كل هذا الضغط الذي يرتبط بالغارات التي تستهدف مناطق واسعة سواء كانت في جنوب لبنان أو في ضاحية بيروت الجنوبية أو في البقاع وغيرها من المناطق، في إطار ضغط كبير، ضغط إسرائيلي يرافقه محاولات تقدم نشهدها ونلمسها في أكثر من قطاع ضمن القطاعات الثلاثة في جنوب لبنان، محاولات توغل برية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي، تحديدا ضمن ذلك المحور الممتد ما بين طير حرفة وشمع وصولا إلى منطقة البياض، تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تحقق خرقا هناك. في القطاع الشرقي أيضا هنالك ضغط أن تحاول القوات الإسرائيلية مجددا، قوات الاحتلال أن تحاول التوغل مجددا باتجاه مدينة الخيام، أن تحصل المواجهات عند أطرافها الجنوبية، أيضا هذا يعتبر دلالة. كذلك الأمر على مستوى القطاع الأوسط وهذه المحاولات المستميتة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالوصول إلى مدينة بنت جبيل من خلال الضغط سواء كان من عيناتها أو غيرها من البلدات في تلك المنطقة. وبالتالي هذه المحاولات التوغل والتي يواجهها مقاتلو حزب الله باستماتة في أكثر من مكان من خلال توجيه الصواريخ المضادة للدروع وإيقاع القتلى والجرحى في صفوف القوات المحتلة، القوات الغازية أو القوات التي تحاول التوغل، ولكن ضمن المشهد العام نعود إلى هذه اللحظة التي جرى فيها اغتيال محمد عفيف واستهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لتؤكد بأننا إزاء تطور جديد، تطور مختلف، أن يكون الاستهداف على هذا المستوى الاستهداف السياسي، هذا يعني بأننا إزاء مرحلة جديدة من الاغتيالات التي قرر الاحتلال الإسرائيلي أن ينفذها، أن يستهدف مسؤول علاقات الإعلامية. هذا سيطرح أسئلة كثيرة
قبيل وصول أموس هوكستين إلى المنطقة وفق التسريبات سواء كانت الإسرائيلية أو الغربية، وبالتالي أن يأتي هذا الاغتيال وهذا الضغط الميداني وهذه الاستهدافات المتعددة على مستوى الغارات التي تقوم بتنفيذها المقاتلات الإسرائيلية وسقوط الشهداء والجرحى بالعشرات في أكثر من منطقة، كل هذا يعني بأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى للضغط ميدانيا، للضغط من خلال الاغتيالات كي يدفع لبنان، كي يدفع حزب الله للقبول بالورقة التي عرضت على لبنان. ولكن هنا لابد من الإشارة إلى أن هذه الورقة وإن كانت قد ضمت مجموعة من النقاط التي يمكن للبنان أن يقبل بها، ولكن وفق المصادر التي تواصلت معها ثمة نقاط وإن كان لبنان يتعامل حتى هذه اللحظة بإيجابية مع الطرح الأمريكي وهو يحاول أن لا يبدي ملاحظات علنية على كل ما حملته هذه الورقة خشية أن يتهم من قبل المجتمع الدولي بأنه هو من يعرقل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولكن وفق ما أفدت من قبل بعض المصادر المتابعة لهذا المسار هنالك بعض النقاط التي تحمل التباسا ويمكن تفسيرها بقراءات متعددة، يمكن تأويلها بمسارات متعددة، بما تتيح للإسرائيلي أن يحتفظ باليد الطولة في محاولة تنفيذ أعمال عدائية في لبنان وانتهاك للسيادة اللبنانية، تحديدا تلك العبارة التي تشير بأن لإسرائيل وللبنان حرية التصرف للدفاع عن النفس. هذه إشكالية كبيرة مطروحة في الورقة، وأيضا يضاف إليها النقطة الثانية المرتبطة بتلك اللجنة التي تسعى واشنطن وتسعى تل أبيب إلى إنشائها، وهي بين قوسين تراها بعض المصادر اللبنانية بأنها أشبه بلجنة أطلسية، بمعنى أنها ستقوم بمراقبة كل ما يحصل في جنوب لبنان. انطلاقا من هذه القراءة يمكن أن نقول بأن لحظة الاغتيال أن تأتي في وسط بيروت، أن تأتي لهذه الشخصية التي تعمل على مستوى سياسي وليس على مستوى أمني عسكري متقدم، يعني بأن إسرائيل ترفع من السقوف، تتخطى مزيدا من الخطوط الحمراء، وهي تضغط سواء كان على الحكومة اللبنانية أو على حزب الله أو على المفاوض اللبناني، وهذا الضغط يأتي في الميدان من خلال محاولات التوغل البري ضمن القطاعات الثلاثة، وأيضا من خلال الغارات التي تنفذ الآن في أكثر من منطقة لبنانية، وأيضا من خلال هذه الاغتيالات وهذه الاستهدافات.